هيثم. انت عايزه مني سلايدز وانا بكسل افتح اعدل لحضرتك فلاش فلاشه بعد اللي ناخدهم كلهم خلاص. خد اللابتوب معاك. ربنا يديك الصحه، ربنا يبارك فيك يا دكتور. ميلانوسايتس، الميلانوسايتس خلية الألوان التنين، أوكي؟ الخلية اللي عاملة لنا لون البشرة، رايت؟ فطبعا هتبقى كتيرة في السمر وقليلة في البيض، صح؟ ودي اللي طلعوا منها نظرية دي إن سيدنا آدم كان أسود، صح ولا غلط؟ بالظبط كده، يعني ما ينفعش يكون كان ابيض فما عندوش ميلانوسايتس، اما الناس سود طلع منين؟ يعني الاصل ان هو كان اسود وبعد كده في ناس بقى فتحت بعد كده ده ديفكت منهم يعني، انما الاصل هو السواد. انت شوف بقى مش ان شاء الله. الميلانوسايتس تطلع من نيورال كريست، نيورال كريست ده يعني سايد تراك على الاكتوديرم بيخش مع بعض الحاجات. وجبنا سيرته، انتوا خدتوا الثيرويد؟ لما تاخدوا مثلا البارا فوليكولار سيلز او السي سيلز هتلاقوها طالعه ان هي من النيورال كريست، اوكي؟ طيب ديفلوب من النيورال كريست وبتطلع في وبتمشي في الاكتوديرم وبتبقى امبيدد في الديرمس وبتبقى ممكن تبقى جذر توجذر ان هي تعمل جروبس اللي هي بنسميها نيفاي اللي هي الحسنات يذهبن السيئات. كلنا عندنا يعني اي حد فينا هيلاقي عنده حسنه او اثنين او اكتر او او او, أو موجودين. دول عباره عن تافتس اوف او كولكشن اوف ميلانوسايتس، وبنعتبرها في علم الباثولوجي حاجه اسمها هامرتوما. هامرتوما ما هياش تيومر، اوكي؟ ده كولكشن اوف نورمال تيشو in an abnormal pattern. in an abnormal pattern فبنسميها هامرتوم. يعني النيفرز دي لا ليها كبسول ولا اي حاجه، وممكن تلاقيها كمان شويه راحت واختفت واتنقلت من مكان تاني زي نوال الزغبي كده، مره تلاقيها الحسنه هنا وبعد كده كمان سنه كده. اوكي ات موفز، بيحصل تحركات. اوكي زي اكزامبل ايه تاني على الهامرتوما مثلا؟ اما تلاقي هيمانجيوما، برافو عليكم، هيمانجيوما هامرتوم، اتسمى هامرتوم، وساعات بتختفي مع الماتيوريتي وتروح خالص وساعات ترجع تيجي تحصل في مكان تاني، عباره عن كولكشن اوف نورمال تيشو ان ان ابنورمال باتر. اوكي ترم حلو قوي. طيب انواع النيفرز ايه بقى؟ النيفاي، البناين نيفاي، يعني دي بناين، النيفاي دي بناين، ما هياش حاجه لا تيومر ولا جروث ولا مالجنسي ولا اي حاجه خالص، اتفقنا ان هي ايه؟ هامر تولز. اللي انتجوا البيزر لاير بتاعت الابيدرمس، في الابيدرمس بتبقى سوبرفيشال، في الابيدرمس هو الموست سوبرفيشال لاير، ودي الموست كومن يعني اللي هي اللي انتجوا. الجنكشن ليفاي بتبقى في الابيدرمس والدرمس اعمق سن. الكومباوند نيفاي دي لايك الجنكشن بس دي ريز ذا سيرفيس، تحسها بايدك، ممكن لو مديت ايدك عليها كده تلاقيها، اوكي؟ او تعرف تحسها. يبقى الفرق بين الجنكشنال والكومباوند، ان الكومباوند بتبقى ريز عاليه عن مستوى الجلد واقدر احسها وانا مغمض يعني. الانتراديرمال بقى دي بيست، ودي الكومنست ادل توب، ودي دي فيري ديب، بتبقى وتلاقيها كده حتى ما هياش ويل دي ماركيتد، يعني حروفها ما تقدرش تعلمها بقلم، اوكي؟ يعني بتفيد السنتر بيبقى غامق قوي وتبتدي تفتح لغايه ما تلاقي النورمال سكين، اتفقنا؟ ده كده الاربع انواع من الحسنات اللي موجوده عند كل البشريه، ما لناش دعوه بيهم، ده كده وصف تفصيلي بس او مقدمه للكلام اللي احنا عايزين نقوله. During maturation only by are in continuous change toward the dermis
in what is called junctional activities، انها تبتدي تغطس في الدف. اوكي، ده غير ان هي ممكن تختفي وممكن تتحرك وممكن تبقى تسبرس وتتفركش الحسنه وتختفي وتروح خالص. وكتير منكم كان متعود على ان يبقى في حسنه في مكان معين وبعد كده ابتدى ما يلاقيهاش. اوكي، وكتير منكم كان متعود ان الحته دي ما فيهاش حسنات وبعد كده شويه تلاقي في حسنه طلعت، ما يجراش حاجه يعني. انما الجنكشن اكتيفيتيز اللي احنا بنتكلم عليها ان يحصل انكريز ان سايز او الثيكنس، وان يبقى في هايبر او هايبو بيجمنتيشن معاهم اتشنج او تنجلنج سنسيشن تهرش فيها، او يبتدي يحصل ساتلايت لايك نيدولز، ان ما بين الحسنه والدرينينج ليمف نودز يبقى في ساتلايتس ابتدت تظهر. ده كده معناها ان احنا دخلنا في قصه ان في جنكشنال اكتيفيتيز اللي هي اولموست هتبقى توردز ان يحصل فيها مالينس. طيب، ما اعرفش كان في، لا مش انت، كان في طالب او طالبه اشتكى لي ان عنده حسنه وبهرش فيها وابتدت تجيب دم. مش عندكم ولا مش كده؟ لا اه طبعا، اه هي دي بقى، دي اللي بتقلب، دي اللي بتقلب. آه، عند بعض الناس علامات جمال طبعا. اه طبعا، جاي من الحسن، ميلانوما. وكلمه ميلانوما انا قلت لكم قبل كده ما يتقالش قبليها سافكس مالجمنت والا تبقى من الفلاحين. هي ميلانوما تيومر. اوكي، وتيومر يتصنف اكتر مع الساركومس. هي حقيقي الميلانوسايتس ما هياش كونكتيف تيشو سيل. اوكي، انما الباترن او البيهيفير بتاع الميلانوما ماشي اكتر مع الساركومس. هما يعني الاثنين المثالين اللي احنا متفقين عليهم اللي هما الليمفومس والميلانومس، ما هماش لا احنا قادرين نقول كارسينوما ولا قادرين نقول ساركوما. انتوا عارفين ايه احنا بنقول كده من بناء على ايه؟ اللي طالع من الابيثيليوم بنسميها كارسينوما، واللي طالع من كونكتيف تيشو بنقول عليه ساركوما. انما الليمفوسايتس هل هي ابيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ يعني هنقول عليها ساركوما. الميلانوسايتس وممكن تقول عليها كارسينوما، فهي يعني ايه محيره نوعا ما لغايه دلوقتي احنا لسه مش متفقين عليها، بس بنقول البيهيفير بتاعها عامل ازاي. اوكي، يعني وي اجريد ان الليمفوماس تعتبر كارسينوماس لان السبريد بتاعها مين لي ليمفاتكس. اوكي، كلام مش سبيسيفيك قوي، ان مثلا عندك مثلا الفوليكولار كارسينوما اوف ذا ثايرويد بتبعت بلاد بس قبل ما تبعت ليمفاتيك بس. اوكي، فيعني برضو خلينا نعتبرها سبيشال كيس، وان الميلانومز سبيشال كيس. خلاص، طيب، سوبرفيشال سبريدنج ميلانوما دي بتبتدي تبقى سوبرفيشال في الابيديرمس وتبتدي تسبريد وتفرش في الويت. Nodular melanoma, a lesion is dermal, localized and raised above the surface and may be ulcerated. Lenticum malignant, the lesion in the basal layer of the epidermis, مش في الدرمس, not raised above the surface, usually affect elderly and it is of the best prognosis. Okay, يبقى superficial وما دخلتش في الدب وانسريتد وبتاع وكلام من ده ونوت ريست، ودي البيست بروجنوزس وبتظهر في الثمانين والتسعين. لسه استاذي قريب، استاذي مش هقول اسمه يعني، بس كان عنده ليجن هنا كده بيجمنتد شويه وشلته له والحمد لله طلع سنايل كيراتوزس كده وفي اتيبيا وما طلعش حاجه، كنا خايفين ان يكون لينتجوم علينا. اكرا لينتيجس ميلانوما دي بتبقى في البالم اوف ذا هاندز اند السول اوف ذا فوتس، وعشان كده بنخاف قوي من الحسنات اللي بتظهر في الحاجات دي، وساعات تطلع اندر ذا نيل تلاقي الضفر
تحتي سواد، ده ممكن دي تبقى ميلانوما. اوكي، ايه ميلانوتك ميلانوما؟ اقصاهم واعنفهم واخطرهم، ودي بتبقى نوت بالبنتد بنفس لون الجلد. اوكي، او ورديه شويه او اغمق سنه، بس ما هياش بالبنت. ايه ميلانوتك؟ ايه ميلانوتك؟ ما فيهاش صبغه. اوكي، وده الدي دي دي ديفرنشيشن، يعني دي كده معناها ان هي دخلنا في ستيج اعلى بكتير. انا حكيت لكم الحكايه دي قبل كده، ان كل ما الخليه لا تشبه امها كل ما تبقى مور بورلي ديفرنشيتد اند ايه ديفرنشيتد، وتبقى مور مالجننت اند مور اجريسيف اند مور انابلاستيك. اوكي، فلما تفقد الميلانوسايتس القدره على انها تبقى بيجمنتد، ده معناها ان هي عنيفه جدا. ازاي بتعرف؟ اندر مايكروسكوب ان دي ميلانوسايتس، بتعرف. لا بيشك طبعا، بتجيب دم بيشك جدا، وبيهرش فيها وضايقته. بنقيم الميلانومز ازاي، او ازاي نعمل ستيجنج للميلانوما؟ دي التولز بتاعتنا، يعني دي الدي ان ام تقريبا بتاعتنا. اوكي، الكلاركس والبريستو الاثنين دول كلاسيفيكيشنز بيعملوا ايفالويشن للميلانوما. اوكي، الكلاركس بتعتمد على الدف، انها فين؟ هل هي في الابيديرمس ولا ديرمو ابيديرمال ولا سوبرفيشال بابيلاري ديرمس ولا ديب بابيلاري ديرمس ولا في السبكتينيوس تيشو؟ دول الخمسه كاتيجوريز بتوع كلاركس. حلو، انما البريستو بيعتمد على التكنس، ودي الاهم، دي الاهم، دي اللي بتحدد التي، دي اللي بتحدد ايه التي، ان كلاس ايه التكنس اقل من سنتي الا ربع، كلاس 2 من سنتي الا ربع لسنتي ونص، ده بريستو، كلاس 3 من سنتي ونص ل 3 سنتي. ده ايه كل ده؟ بنتكلم على ايه؟ التكنس بتاع الميلانوما بعد ما شلت، يعني شلتها وهقيسها بعد ما شلتها اشوفها الدبت بتاعها او التكنس بتاعها قد ايه. اكتر طبعا من 3 كلاس 4، وده اللي بيحدد لي مينلي التي، يعني تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. اوكي، مش انت اللي بتعرف الهيستوباثولوجيست، احنا كده الميلانوما بنتعامل معاها بسيفتي مارجن عنيف من الاول. اوكي، تعملي ما بترميهاش، بترميها بتبعتيها المعمل، اول حاجه بيعملها في المعمل انه بيقيس التكنس عشان يحط لك التي بتاعتك، وبعد كده ادور ان اذا كانت بقى مالجننت ولا مش مالجننت، والانترا فاسكولار انفيجن والانتر سب لمفاتيك انفيجنز والكلام ده كله. ده سؤالك ولا عايز ولا في حاجه؟ اصلا ان انا هعرف ازاي اجيب الروتس، يعني ازاي احنا بنشيل كل تكنس بسيفتي مارجن. يعني لو عندي عيان عنده ميلانوما هنا، عنده ميلانوما هنا، اوكي، لو ما فيش لينف نودز و و و، بشيل فول ثيكنس بمساحه 5 سم بالسبكتينيوس تيشو لغايه ما اوصل للعضلات، وابعته للهيستوباثولوجي بقى يدرسوه يقيسوه يعملوا اللي هو عايزينه. يعني انا مش بغير لا لا خالص، هي طريقة واحدة. إنما لو أنا advanced وعايز العيان ده، ممكن أعمل له amputation كمان وأبعد دراعه كله للمعمل. إحنا مش بنهزر مع الحالات دي. الميلانوما من السرطانات الـ very aggressive اللي ممكن فعلاً تعمل لها amputation، مش هزار. amputation للمب وبلوك ديسكشن للجروب للفليف نوز، وبتبقى aggressive قوي معاها. الستيجنج هي اللي هتقول لك تعمل ايه، والسيفتي مارجن يبقى شكله قد ايه. يعني بعد ما تبعت، انا ممكن اشيل انا، وانا بشيل في الاول خالص، اول ما بشك ان هي او انا ما باخدش نيدل بوس، انا بشيل اكسجنال بسيفتي مارجن 1 سم، ده المينيمم. اوكي، بعتها وطلعت ان هي ادفانسد، لا برجع العين اعمل له عمليه ثانيه، يا اما اعمل له وايدنينج للسيفتي مارجن، اوصله لغايه 3 سم وفلاب
واشيل ممكن عضله واشيل يعني امور اجريسيف اوكي. يا اما لو مش قادر اعمل كده هاثر على الفانكشن بيبقى ميوتيشن. من اول باخد المينيمم، المينيمم اللي هو 1 سنتي اول اراوند بالدبت كمان، وتحتيها لازم ابقى واخد من الـ من الـ من الماكرو ابييرنس اللي انا شايفه، ابقى واخد سنتي تحت كمان الميلانوما وانا بشيلها، ده كده الليست. جالي بقى الهيستوباثولوجي ان المارجنز فري وان ما فيهاش مالجنان سيلز وان في سنتي متر اول اراوند فري وبتاع وكلام من ده خلاص. انما رجع قال لي لا المارجن ما هياش فري والليمفاتيك انفيدنس لا تعالى نرجع تاني هاخد مور سنتي او 2 سنتي سيفتي مارجن. لو لقيت وانا باخد كده ان انا مضطر اشيل العضلات اللي تحتيه او ان انا كده جاير على العظمه بقى بتاعه الدراع، لا اشيل الدراع. ما تعملش فروزن بدل ما نقعد نطلع. بص كلمه فروزن دي، كلمه فروزن دي انا عايز اعلمكم الحكايه دي. فروزن دي مش تمر واحده في حياتي، مش موجوده، مفيش حاجه اسمها فروزن. اوكي فروزن دي فعلا كانوا بيحطوا ليكويد نيتروجين ويجمدوا التيومر ويقطعوه على مايكرو تول ويعملوا له ستادي على سلايز جت. انما اللي بيتقال عليه دلوقتي فروزن ده مش فروزن خالص ولا بيجمدوا اي حاجه خالص، ده بيجي الهيستوباثولوجيست يرش شويه ماتيريالز كده على الجروس ويشوف لو لونت ازرق يبقى مالجنت، لو لونت احمر يبقى مالجنت. اوكي فطبعا مش ممكن يبقى كونكلوسيف بالنسبه لك هنا البيست انك انت تبعته في الرابيد بارافين او رابيد بارافين اند ماتوكسين اند سين ستين ويقول لك بقى نتيجه مفصله، لان بتفرق كتير قوي بالملي وبالسنتي وبالخليه الواحده يعني. اوكي staging of melanoma, staging detailed analysis of several data concerning stage 1 only local disease, only local disease وما يكونش advanced يعني يكون breast loop class 1 و class 2. okay. stage 2 extensive local disease يعني class 3 أو class 4 breast loop. صحتين ولا فاهمين أنا بقول إيه ولا توقتوا بقى؟ لسه احنا لسه ما فيش سبريد خالص، ستيج 1 وستيج 2 ما فهمش سبريد لوكال ديزيز. اوكي ستيج 3 بقى هي اللي فيها لوكو ريجنال، ريجنال دي معناها ان الليمف نودز انفولد. طبعا ستيج 1 ما فيهاش لا ليمفاتيك ولا بلاد، ستيج 2 ما فيهاش لا ليمفاتيك ولا بلاد انما فيها ادفانسد لوكال. اوكي اللي ممكن يبقى ستلايت appearance of نودول تانية في طريق الليمفاتكس، وممكن يبقى thickness أكتر من 3 سنتي أو أكتر من 1.5 سنتي actually. أوكي كل ده بنعتبره stage 2. stage 3 look original in lymph nodes التالت تبقى affect original lymph nodes. stage 4 distant blood metastasis مع primary lesion. stage 1 بس skin breast low 1 و 2 أقل من 1.5 سنتي، تكنس اقل من 1.5 سنتي. ستيج 2 نفسها بس السكنس اكتر من 1.5 سنتي في اي حته بقى دايت، انما ما تكونش ليمفاتكس ولا في بلط. خلاص تريتمنت اكسجنال بوسز ريكوايرد فور اني سسبيشس ليزنز ويز سيفتي مارجن ات ليست 1 سنتيمتر ان اول دايركشن. الاول دايركشن معناها شمال ويمين وفوق وتحت وشمال وجنوب وشرق وغرب. الاول دايركشن يعني حتى تحت التيومر لازم اكون شايل سنتي محترم. In case of stage 1 this is the only required treatment. stage 2 and 3 necessitate excision of the primary lesion together with block dissection of the draining lymph nodes. In treatment of stage 2 and 3 chemotherapy 5-fluoroacilo interferon fulanic acid was found to be effective. وكمان بيدوا طريقة لقوا ان هم ما بيدوا في درجة حرارة اعلى بيجيب نتائج اكتر. اما بيدوا في درجة حرارة اعلى بيجيب نتائج اكتر. فبقوا بيعملوا حاجة اسمها vascular limb isolation، ياخدوا الفين بتاع الدراع مثلا اللي فيه من النومة ويدخلوه على ماشين
اوكي ويطلعوها منها الماشين دي دخلوها على الارض. فكده هم عاملين باسكر ايزوليشن للدراع ده، يحطوا عليه كيموثيرابي ويسخنوا الدم فيديني مور افكت، وفي نفس الوقت يمنع السايد افكتس عن بقيه الجسم ككيموثيرابي. اوكي وصلت؟ تاني بيعملوا ايزوليشن للبلاد سبلاي او للسيركوليشن بتاع الدراع اللي فيه الميلانوما او الطرف اللي فيه الميلانوما، ياخدوا الفين يدخلوه على مكنه ويرجعوا الدم تاني على الارتري اللي رايح للدراع. اوكي تمبرري يعني. وهم بقى في الطريق ده في السكه دي بيحطوا الكيموثيرابي ويسخنوا ويرفعوا درجه الحراره، فيبقى مور افكتيف وبيشتغل احسن ويجيب نتائج احلى، اللي هي بيسموها ليمب ايزوليشن بلاد سبلاي ثيرابي. طبعا هو كل كيموثيرابي بتاخد جلسات، بس ده بيبقى سبيشال مانوفر بيتاخد بهامك كده بيركبوه بحيث ان هو يعمل ليمب ايزوليشن اكنه بيعمل دايلس يعني، بيخش على مكنه يتحط عليها كيموثيرابي ويسخنوا الدم بيوصلوه يمكن لغايه 44 حاجه كده يعني. ستيج 4 تريتمنت وذ كيموثيرابي اند انترفيرون اند انترليوكين 2 ده كده باليت. علشان بنسبة كبيرة قوي 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 ان ال 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 في خلايا في الليمفاتكس، يعني قد تكون الليمف نود لسه ما كبرتش بس ممكن تلاقي خلايا في الليمفاتكس، وغالبا اغلب الناس اللي بتشتغل في الاورام بتشتغل ان بلوك سيرجري. يعني ايه؟ يعني ميلانوما في الدراع يبقى ناخد الدراع بالاكزيلا وهيشال ده كله، امبوتيشن اوف ذا ليمب مع بلوك ديسكشن الاكزيلا الليمف نود. اوكي طبعا لو على الترانك بتبقى حدوته كبيره بقى، لانك انت مش عارف الترانك ده يعني، سام تايمز ساعات بتعمل سنتيجرافي علشان تعرف انهي جروب اوف ليمف نودز اللي هتعمل لها بلوك ديسكشن. يعني لو عندك ميلانوما هنا، هنا دي رايحه كده ولا رايحه كده، فبنعمل لها مابنج. يعني ايه نعمل مابنج؟ يعني نحي انتر ريجنال لبدول مثلا، فيقوم متاخد بالليمفاتكس ويروح على الليمف نودز يلونها باللون الازرق، او انتروديرمال راديو اكتيف ليبلد البومين يتاخد بالليمفاتكس ويروح على الليمفاتكس والاقي الجاما كاميرا منورة هنا، يبقى هو دريننج للجونجوانا جروب في الليمف نودز، يبقى محتاجين ان احنا نعمل بلوك ديسكشن لل او طلع اكزيلاري، فيبقى محتاجين نعمل بلوك ديسكشن للاكزيلاري جروب ده بنسميه مابنج، يا اما بالسنتجرافي اللي هو بالايزوتوب زي ما قلت لكم بالراديو ليبلد البوم او راديو ليبلد داي، او مابنج باللي بيدول داي انترا اوبرتيف ان انا احن واشوف الزرق ماده زرقاء في التيومر واشوفه هيروح الزرقان هيظهر في هنا ولا هنا. اوكي اهي مابنج وليمف نودز وليمفو سنتجرافي وسنتينال ليمف نود بايوبسي. سنتينال ليمف نود، سنتينال كلمه سنتينال يعني ايه؟ الحارس بالظبط كده، اللي هي اول ليمف نود على جروب. اوكي فانا بحقن الماده الزرقاء التليدين بلو مثلا ولا كده وافتح الاكزيلا، اول خليه زرقاء او اول ليمف نود زرقاء هي دي اللي بشوفها، هي دي السنتينال جروب في ليمف نود، بقوم واخدها اعمل لها بايوبسي، لو طلعت بوزيتيف بكمل بقيه البلوك ديسكشن، طلعت نيجاتيف مفيش داعي ان انا اكمل لان نسبه ان هي تكون تخطت السنتينال جروب اوف ليمف نودز اقل من 1%، فبسيب العيان في الفولو اب ده كده عشان اخفف بس وطئه ان انا ما اعملش بلوك ديسكشن لجروب 2 على الفاضي وعلى المليان. ففي ناس كتير قوي دلوقتي ابتدت تقتنع او تعترف بالسنتينال جروب اوف ليمف نودز، وبس لسه برضو مفيش انترناشونال ريكومنديشن انه يعمم على كل السنترز، يعني لسه في ديبيت عليها برضو.
مش لاقي. نيوتريشا لا يمكن تعمل سيرش يا دكتور لفوق كده، سيرش فوق كده وتكتب نيوتريشن يمكن. طيب انا هاخد غلبة عشان ادور عليهم عشان ابعتها لكم، انما احنا هنشرح دلوقتي كده من غير سلايس، هو موضوع لذيذ وحلو. يمكن تكتب في السيرش فوق كده يا دكتور نيوتريشن. مش هلاقي. تعالى انا بص يا ممكن تبقى بي دي اف، خلي بالك مش لازم تبقى باور بوينت. غريبة خلاص مفيش حاجة. ماشي هسيبه براحته اقعد معاه.
سيرش كان الفيش سيرش كان الفيش الموضوع ان النيوتريشن بالنسبه لنا احنا كسيرجن فيري 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 كريتيكال اوكي بنتعرض كتير قوي لعيانين عندهم مال نيوتريشن او هيجيلهم مال نيوتريشن اوكي كتير قوي في الكارسينوما اوف ذا سيرفكس في الكارسينوما اوف ذا ستومك تلاقي العيان على ما توصل لمرحله انك انت عايز تعمل له عمليه قدامه او بقاله 3 اسابيع مثلا ما بياكلش فبالتالي الكلام ده بينعكس على النيوتريشنال ستيتس بتاعك اوكي بلس انك انت ممكن تبقى سكادولنج انك انت عايز تصوم العيان اسبوعين ولا حاجه علشان هو مش عارف ياكل علشان بتحضره انك انت هتعمل له عمليه بعد الاسبوعين علشان كارسينوما اوف ذا سيرفكس لاسباب اخرى بياخد مثلا نيو ادجفنت كيموثيرابي او وات ايفر فانت محتاج انك انت تصمم ان وذ نيوتريشن او انك انت هتعمل عملية هتعطل فيها الجهاز الهضمي لمدة اسبوع او 10 ايام او اسبوعين عامل جروس انستموزيس او انستموتك كتير او عامل ويبل اوبريشن او واتيفر كل الكلام ده انت عايز تخلي العيان يعدي في مرحلة البوست اوبراتيف ان جود نيوتريشنال ستيتس اللي هي اسينشال فور ذا انترنال هيلينج اوف ذا سوتشنز اند ذا اكسترنال هيلينج اوف ذا ووند and for general health of the patient مش كده والا شغلك هيبوظ يعني لو ما حطيتش الموضوع ده في بالك تاكد ان شغلك هيفشل ابسط المشاكل ان اللي هتجي لك انك انت وانت بتفك الغرز تلاقي فتح والعيان بقى اكسبوزد قدام اوكي فالنيوتريشن بالنسبه لنا لا مهم اوكي ايه الانديكيشن بقى فور ان انا اعمل او ان انا invent nutritional program لعيان اول حاجة ان يبقى فيه increased demand ان العيان محتاج nutrition اكتر مما هو بياخد okay. يعني مثلا لو عندي عيان severe burn 60% اكتر من 60% من body surface area وهو بياكل وشه هل ده كفاية؟ لا لان هو بيبقى hypercatabolic status محتاج ان هو ياخد calories اكتر ومالتو شكرا okay. عيان في سيفير سيبتك شوك وبياكل وشه هل ده كفايه؟ لا محتاج ان انا اديله سبلمنت بالنيوتريشنز اكتر من كده اوكي فادي واحده نمره 2 ان العيان بقى اصلا عاجز على انه ياكل او يتناول اكل او يتغذى فانا محتاج ان انا اديله دعم غذائي بطريقتي انا كجراح اوكي طيب ايه احتياجات او ازاي اشخص حاله مال نيوتريشن الاول بفيزيكال بارامترز وميديكال بارامترز الفيزيكال بارامترز طبعا بالويت ان يكون البادي ماس اندكس بتاعه معقول واحنا عرفنا ازاي نقيس البادي ماس اندكس اكيد قبل كده كيف نقسم الويت الكيلو جرام على مربع طول بالمتر والمفروض النورمال انه يطلع ما بين 20 ل 25 20 25 ايه؟ 20 جرام بير سكوير متر اوكي هي دي ريشيو ما لهاش تمييز هي 20 25 اوكي نمره 2 بالميد ارم مثلا فات ثيكنس او سكين ثيكنس نمره 3 بالميد ارم سيركمفرنس بيشوف اوكي كل دي ليها فلو تشارتس كده بتحط العيان عليها وتشوف هذا ماشي مع ان هو جود نارشت ولا بادلي نارشت ولا ما عنده مال نوتريشن ولا لا ميديكال بقى ان انا بعمل له بلاد تيست بقيس الانيميا بقيس السي بي سي بقيس السيرم بروتين توتال سيرم بروتين بقيس السيرم البومين لو العيان عنده نورمال سيرم بروتين ان سيرم البومين ده في موست اوف ذا كيسز هيبقى ويل نارشت خلاص يبقى ده كده ازاي هاو تو اسيس ا بيشنت از ريجارد هيز نيوتريشنال ستيتس حلو الكلام تاني ايتمز عايز اكلمكم فيه ايه الريكويرمنتس بقى هو البني ادم محتاج ايه علشان يبقى ويل نارشت نمره 1 محتاج كالوريز محتاج ايه كالوريز نمره 2 علشان يبيلد اب محتاج ايه اللي هو
اللي هو ايه الفرق بقى بين امينو اسيد والفاتي اسيد والجلوكوز والحاجات دي؟ الفرق في بارتكل واحد نيتروجين كده. حلو، يبقى انا ايه بتكلم على كالوريز وبتكلم على نيتروجين. انا عايز ادي العيان ده نيتروجين عشان هو يبني البروتينز بتاعته. اوكي طيب، وعايز اديله ميه ما تنسوهاش، وعايز اديله املاح اللي هو محتاجها صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وزنك، واديله كمان تريس اليمنتس اللي هي عمري ما انساها. تريس اليمنتس دي حاجات نادره جدا بنحتاجها بكميات قليله جدا، بس وجودها مهم جدا. زي ايه؟ زي الكبر والزنك والسيلينيوم، في حاجات كده مهمه جدا 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 بس بنسب قليله جدا 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 بس لازم تتاخد. تريسس يعني اصغر كميه ممكن تتخيلها، تريسس يعني تكاد تكون منعدمه بس موجوده. طيب ايه تاني محتاجه؟ قلنا فيتامينز، كل الفيتامينز فيري اسينشال. الفيتامينز دي بيطلع منها الانزيمز المسؤوله عن الميتابوليزم، يعني الفيتامينز دي اهميتها في كده. يبقى احنا قلنا مينرالز وفيتامينز ووتر نيتروجين اند كالوريز. اوكي طيب، الادلت بيرسون اللي زي حالتنا كده بيحتاج قد ايه؟ بصي مش هنعقد الدنيا، خلينا نمسك في كلمه 30 او رقم 30. 30 كيلو كالوري بالكيلو جرام بردي، 30 كيلو كالوري بالكيلو جرام بردي، ولا 30 ملي ووتر ملي لتر ووتر بالكيلو جرام بردي، يبقى في 30 اهو. كل واحد فينا محتاج 30 كيلو كالوري على كل كيلو في جسمه، ومحتاج 30 ملي لتر ووتر على كل كيلو في جسمه. اوكي، لو انت 70 كيلو يبقى انت محتاج 2100 كالوري ومحتاج 2100 سي سي ووتر. سهلة؟ حفظنا دي؟ حفظنا دي. طيب محتاج قد ايه نيتروجين؟ 1.6 ميلي جرام لكل كيلو جرام بير بودي ويت. اوكي، 1 ايه دول موجودين في قد ايه بروتين؟ في 1 جرام بروتين. يبقى ال 1.6 ميلي جرام دول موجودين في قد ايه؟ واحد. يبقى كل بني ادم عايز كام جرام في اليوم بروتين؟ واحد يعني ب 70 كيلو ياكل حته 70 حته لحمه 70 جرام. اتفقنا؟ خلاص؟ وات ايفر اي بروتين، اي بروتين، فول، عدس، لحمه، بطاطس، بالكيلوغرام. ده بالنسبه ل النورمال انديفيدوال، النورمال انديفيدوال. انما العيان المالنورش او العيان الهايبر ميتابوليك زي عيان السبسس او العيان اللي مالجنسي او العيان اللي داخل على عمليه كبيره او العيان اللي عنده ميجور بيرد، كل دول هايبر. وكمان العيان اللي اوريدي انت عايز تعوضه المال نوتريشن، الكلام ده بيتضاعف. ال 30 اللي كانت 30 بقت كام؟ 50. يبقى العيان ده محتاج 50 كيلو كالوري بالكيلو جرام بودي ويت. النيتروجين 2 جرام بروتين او 3 ملي جرام نيتروجين. اوكي، الووتر 50 بدل ال 30. طب لو ميجور بيرن 60 بدل ال 30. اوكي، فانت كل حاله بتبتدي تعلي عليها القصه. تمام. طيب وخلي بالكم ان ان جنرال السورسز اوف كالوريز اللي انا بجيبها من مشكله، ما بجيبهاش كلها نوع واحد. يعني اليوجوال ان احنا القاعده العامه عندنا 50% من الكالوريز بجيبها من الكربوهيدرات. اوكي، 30% من الكالوريز بجيبها من البروتينز، 20% من الكالوريز بجيبها من الليبيد. ده كده الدايتيشنز بيقولوه لما تيجي تعمل دايت لبني ادم تعمله له كده. اوكي
طيب انت قلت لي 30% من البروتينز مش كده؟ طب ما انت هتديله نيتروجين كده، انت ما انت كده اديته نيتروجين. لا يا حبيبي، حسبه الكالوريز حاجه، وبعد ما اخلصها خالص احط حسبه تانية للنيتروجين. خلي بالكوا الحاجات دي مش كل الناس تعرفها. بمعنى ان انا اديت العيان خلاص امينو اسيدز بس حسبتها في حسبه الكالوريز بتاعته، احسبها نيتروجين؟ لا، اعمل له حسبه تانيه اديشنال عشان اديله بيها نيتروجين، علشان هو النيتروجين اللي بيتاخد فيه الكالوريك ريكويرمنتس، الموضوع مش صريح قوي. العيان مش بياخد نيتروجين يعمل منه امينو اسيدز، اوكي؟ ده هو هيحرقه طاقه وهيطلع انرجي ده يرميه في الزباله، اوكي؟ فانت محتاج تديله امينو اسيدز ريدي ميد، وخصوصا ان في حاجات في امينو اسيدز الجسم ما بيعرفش يعملها، يعني اسينشال امينو اسيدز الجسم ما بيعرفش يعملها. بمعنى ايه؟ ما احنا قلنا الانسان ايوه يعني طبيعي، انا قلت لك بياخد من 30 ملي، انما لو عيان عنده ميجور بيرن لا 60 ملي. لا البروتين، البروتين لو البروتين الطبيعي بياخد 1.6 ملي جرام نيتروجين، الغير طبيعي بياخد 2 ونص 3 ملي جرام. اصل لا انا بقول لك لما تيجي تحسبي اللي انا بقوله دلوقتي، يبقى بقول لما تيجي تحسبي احسبي الكالوريز وحطيهم 50% كربوهيدرات و 30% بروتين و 20% فات، وبعد كده تعالي هنا بقى حطي حسبه ثانيه العيان محتاج نيتروجين قد ايه، واقوم حاطط له كمان على الاساس ده العيان بقى بالظبط كده. والبني ادم الطبيعي بقى لو انا لو انت عارفه مشاكل طبيعيه خلاص اوكي، ومضربه على مشاكل تعالى انا من هنا مش عايز اكل اكل، وانا هغذيك احسبها لك ازاي وانت طبيعيه اهو كل حاجه، برضه احسب لك الكالوريز على ان هي 30 كيلو كالوري او وزن 60 كيلو مثلا، يبقى ده في 1000 كيلو كالوريز منهم 30% وليكن 50 جرام او 50 كيلو كالوريز هيكون لك من امينو اسيدز، اوكي؟ وهديكي تاني امينو اسيدز علشان اديكي نيتروجين اللي انت محتاجاه اللي هو 1 جرام لكل 2 جرام بروتين، غير دول دي حسبه غير حسبه، اوكي؟ يبقى عرفنا كده ال indications of surgical nutritions، ال requirements وحسبناها ازاي، السورسز بتاعتنا وهنجيبها منين، ودي هنقولها بقى تاني لما نقول احنا عن الطريقه اللي هندي بيها السيرجيكال نيوتريشنز دي هتبقى ايه. ما عنديش غير طريقتين، الطريقتين دول ببساطه كده بنقول انترال وبارنترال. يعني ايه الكلام ده؟ انترال يعني عن طريق الانترنال او الجي اي تي، وبارنترال يعني عن طريق الوريد، اوكي؟ يبقى يا انترال يا بارنترال. وبالبلد كده من الاول بقول لكم احنا بنفضل ايه؟ لا الانترال، احنا بنفضل الانترال. كل ما انت في الانترال انت سيف، لان ده رباني وانت مش احسن من ربنا، هو طبعا احسن منك مليون مره، وحكمته والفيزيولوجي بتاعه احسن مليون مره. فلو قدرت تستغل الجهاز الهضمي وتغذي العيان اعمل كده، اوكي؟ يعني انا عندي عيانه محجوزه في السي سي يو مركبين لها ايه، محجوزه بقلب ومتخدره بقى لها 5 ايام ما بتاكلش وما بتشربش، بيغذوها ازاي؟ راي بده بيحنولها في الرحم تاكل وتشرب، ده الصح، اوكي؟ ليه الصح؟ لان اول حاجه علشان ده بيشغل الجهاز الهضمي، لو الجهاز الهضمي ما بيشتغلش بيحصل له سام سورت اوف سيوز اتروفي، يبتدي يحصل فيه تقرحات ويبتدي يحصل فيه سلوينج، وابتدي يحصل كونستيبيشن، وابتدي يحصل مشاكل تانية وبكتيريا الاوفر جروث وحاجات زي كده، اوكي؟ نمرة اتنين انك انت بتافويد مشاكل البارنترال اللي هي كتير وهنقولها دلوقتي. انا عشان ادي بارنترال نوتريشن
وخلي بالكم انها حسبه مش سهله. عايز كده تتخيلوا ان انا بتعامل مع مريض عنده 70 70 الافرج 70 ولو ان كلنا معديين ال 70 ما شاء الله علينا، بس هي هنقول الافرج بني ادم 70 خلاص. ال 70 كيلو دول عايز اديله، وخلينا ان هو على المينيمم هديله 30 مل لتر فلويدز، يبقى انا هديله قد كام لتر؟ 2 لتر و100 ده فلويدز بس. عايز اديله بقى كمان كالوريز، اوكي هجيبهم له من الجلوكوز والامينو اسيدز والانترليبيد او الفات، اوكي هيعملوا لي كمان 2 3 لتر كمان، اوكي وعايز اديله فيتامينز دخلنا في 10 لتر في اليوم. هل حد يستحمل يدي حد 10 لتر في اليوم؟ وعلى كارديو فاسكولار سيستم يستحمل ان هو يتحط عليه لود 10 لتر كل يوم؟ لا. فبضطر ان انا اضغط الكلام ده، انا بكلمكم كده ايه لغه عاميه بس عشان تستوعبوا، بضطر اضغط الكلام ده واقلله واعمله مور كونسنتريتد علشان ادي في المينيمم واكمل الليله كلها في 4 لتر في اليوم. يبقى بدي الريكويرمنتس كلها بدل ما كانت اكسباندد على 8 لتر ده اليوجوال بتاعها، لا خليتهم 4 لتر. فبقى السوليوشن ده بتاعي اسمه ايه؟ هايبر اوزمولر. اوكي لو اديت هايبر اوزمولر سوليوشن في بريفرال نيرف هتبوظه، بريفرال فين اسم هتبوظه، اوكي هيحصل ثرومبوفلوبايتس وانفيشن للفين، والفين ده يقفل في خلال 24 ساعه يبقى كلوتد ومقفول. طب الحل ايه؟ ان انا ادي الهايبر اوزمولر سوليوشن ده في سنترال فين وايد وفي دم كتير، فيقوم على طول عامل دايلوشن للسوليوشن ده فما يحسش بالهايبر اوزمولاريتي والدنيا تمشي. اوكي ايه بقى الفينز الكبيره اللي انا بشتغل عليها؟ يا اما الانترنال جوجلر يا اما السب كليفي. كويس طيب دول بركب فيهم قسطره، والقسطره دي بتنزل بتوصل لغايه السوبيرور فينا كافي، وبدي فيها الفلويدز اللي انا مجهزه عشان ادي برينترال نيوتريشن. اوكي الكلام ده مش ببلاش ومش without complication. ده وانا بركب القسطره عندي complication مبدئيا كده تبتدي كده، وانا بركب القسطره ممكن اعور البلوره وادخل عندي هيموفوركس وهيموفوركس، وانا بركب القسطره ممكن اكليت او هي او لو العيان قاعد هيبقى عنده نيجاتيف بريشر، ولو القسطره فتحت في ثانيه وانا بشتغل هيدخل له كميه دم محترمه جدا اسمها ايرمبوليزما هتموته. وانا بركب القسطره ممكن اريتيت الرايت اتريوم وادخله في اريتميا، وانا بركب القسطره ممكن ابقى اوفر شوتد واخش في الانفيرو بنكيفا، وانا بركب القسطره ممكن ابقى اوفر شوتد واحط الدراعه واخش في الرايت فنتركل. اوكي كل دي انجري للهارت وارسمس في الارض. وانا بركب القسطره ممكن ادخل سيبسس سنترال سيبسس حاجه بقى بتعمله توكسيك شوك مفتقره فاخره. اوكي كل ده انجريز او ما، وانا بركب القسطره ممكن اعمل انجري وهيماتوما محترمه جدا للفين نفسه او الارتري اللي ماشي جنبها، مستر كليفيان بين ماشي جنبه السبليمن ارث والانترنال جاجر ماشي جنبه كمان كاروت، فانا ممكن اعور الحته دي وادخل عن في مدونه سبليكيشن وموت. كل الكلام ده وارد انه يحصل وانا بركب بس الاسطره ده في اول خطوه. بسم الله الرحمن الرحيم يعني شفت اوكي حتى ايفن ما ممكن المسابس دي كلها ممكن تحصل، ما هي جايدد بس لازم حد يقول لك خلي القسطره مقفوله لغايه ما تركبها وما تفتحهاش الا والعيان ده الدماغ ورا وباين والبريشر هنا بوزيتيف ويبقى على تريبل واي ومركب تريبل واي على اساس انك انت ما تفتحش. عايز احكي لكم حكايه التريبل واي دي عشان تفهموا منها عشان ما تستعجلوش اما تخش الاي سي يو تلاقوهم بيعملوا ايه. التريبل واي دي عباره عن فالف عامل كده وليه تيوب كده على شكل كده الشكل ده بالظبط على شكل تي. اوكي وفي سويتش بيفتح السكه خلاص. لو انا السويتش ده جبته الناحيه دي يبقى كل السكه دي مقفوله، انما لو خليت السويتش ده استريت مع اللاين ده يبقى اللاين ده تدخل من هنا هيجي لك من هنا. ده اللي بشتغل عليه في لوكس. اوكي لو قلبت السويتش ده كده يقوم سادد هنا وفتح هنا. فانا لو انا مركب سنترال لاين بخلي السويتش ده مقفول وما بفتحوش الا بعد ما اركب اللاين واجرب فلويدز اقوم فاتحه عشان اضمن ان الاير ما يخش. اوكي فده دي بريكوشنز
مش كل الناس هتاخدها. ما ممكن تقول ممكن انت مثلا نعسان وفي النبطشيه بالليل ومش شايف قدامك وتقول للحكيمه ركبي انت المحلول بالليل، وتكون الحكيمه ده مش اساسا مش حكيمه العايه وجايبينها من الدور غصب عن جوز اللي خلفوها وخطيبها متخانق معاها عشان النهارده هي ما كانتش نبطشيه فجابوها بالعافيه، وتيجي وتقومها هبده البتاع في مدخله هواء عندي لابسه. شفت بعيني ان عيان من عندنا من الاي سي يو طلع راح يعمل اشعه، والعيان كان خلاص على كان على التوتال برينتال انتشن، وكنا خلصنا والعمليه خلصت وكان عامل ويب اوبريشن والدنيا، وقعدنا 10 ايام بعد العمليه وكان خلاص اباوت انه يروح يعني، فبعتناه يعمل تشيست اكس راي. فطلعوا بيه بالتشيست اكس راي وراحوا هناك وهوبا ولقينا الحق العيان مات. يا نهار اسود العيان مات، ده كان كان خارج كان ما هيروح بكره، كان خلاص خدته من الكارسينوما اوف ذا بانكرياس وتعمل له عمليه وده مات ازاي. وهم بينقلوه من على الترابيزه الترولي اللي كان عليها على ترابيزه الواحد متخلف ام شايل البتاع دي عشان يعرف يعني يعني لما الهواء بتاع الاوضه وشكرا. فلا الكومبليكيشنز وقت ما بتتلحقش بقى في صمت في دكتور هايبرباريك اوكسجين يعني ده لو يعني انت بقى بتدلدله بقى لتحت وتبتدي تعمل مانيبيليشن وتطور على الاير فين وتخش تعمله ساكشن وبتاع وكلام من ده يعني، لا الموضوع سوفيستيكيتد قوي يعني. اولا الفيمورال بريشس قوي، الفيمورال عشان ديبندنت اول ذا تايم وما هواش از لارج از السوبيريور فينا كيفا. وبعدين الموربيديتي لو حصل فيه ثرومبوزس عنيفه جدا، انها بتدخله بقى في وسط الفيبتيك لمب ويقعد عايش طول عمره وعاجز برجله علشان وغالبا الفيمورال فين اما يعني هم لحريفه شغل على الفيمورال فين بس تمبرري يعني during the procedures cardiologist كل الاساطر بيشتغلوها في الفيمورال فين، ولو ان دلوقتي ابتدوا يشتغلوا بريكل بس بس ده فور تمبرري، انما تحط فيها سنترال كاستر وتفضل ماشيه في اول ما هو السنترال فين لسه فوقيه انترنال ايه اكسترنال ايه كومن ايه وبعد كده لغايه توصل للفيمورال كده اوكي يعني الكاليبر بتاع الجوجلر والسب كليفين اكتر. المانيبيوليشن هنا مش سهل، الحركه هنا يا ده انا بالعكس ده انا بفضل السب كليفين على انا شخصيا يعني لو عندي عيان بفضل السب كليفين على الانترنال جوجلر. الانترنال جوجلر برضو مع حركه الرقبه فالنبل، انما السب كليفين ده وانا ما كنت بركبه زمان كنت عفريت، انا زمان كنت بحب اشتغل حاجات كنت اركبه واعمل له طنل يعني هو السب كليفين هنا اهو كنت بمشي بقى حته من الاسطره تحت الجلد واطلع البورت بتاعها من هنا بحيث ان الحقن كله يبقى هنا بالظبط كده ويتحرك بقى يعمل كده يعمل هو خلى عيني بقى عايش فري في الرعايه بيتحرك زي ما عايز غير اللي بيبقى واقف له قسطره كده مش عارف يتعب وخايف منها ولا يعني فيعني دي طريقه دكتور ولا حاجه من لا لا ولا مش غلبان يعني لا لا شفت حد بيعملها فابتديت اعملها يعني بقيت انا دايما بعملها كده. دلوقتي طبعا الموضوع بقى جيد والترا ساوند بتاعه بقى الراديولوجيست هم اللي بيعملوه دلوقتي يعني خرج من ايدينا، بس كانت من ضمن السكيلز او اللي لازم تكتبها في اللوك بوك بتاعك وانت رايح تعمل اف ار سيس انك انت لازم تكون اتعلمت ازاي تركب سنترال وركبت السنترال زيها زي الانتركوستال تيوبس كل الحاجات السكيلز دي كان المفروض نعملها بايدينا. معرفش دلوقتي بيعملوا كده ولا لا. ايوه الكتب وانت عملته ولا ما عملته مش مهم الكتب وانت عملته اصل في ناس بتكتب وما تكونش عملت حاجه ما اعرفش دلوقتي كده ولا لا لان اي ثينك انترناشونال الراديولوجيست هم اللي تيك اوفر دلوقتي تركيب السنتر لايت الانترفيشنال راديولوجي دلوقتي بقى هم الليدنج للموضوع. هل هم بيشترطوا على الجراحين برضو ان هم يكونوا ركبوا ولا لا؟
لا انا بتكلم على السنترال لاين تحديدا. مش السنترال لاين تحديدا اعتقد ان هي بقت شيفت دلوقتي للراديولوجيست مش جنرال براكتيشنر. طبعا ابني صايح لسه متخرج السنه اللي فاتت وبيشتغل انترفيشنال. فكر كده قال لك ولا ستريس ولا نيله ولا يوجع قلبي وبقعد قد كده ربنا يكرمه يعني. ابدا فشل الجراح سيد العالم. انا اللي فيدي المصر اوعى. طيب يبقى قلنا الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل او عددنا الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل وانا بركب بس كده الانبوبه. ده ممكن بعد ما اركب الانبوبه وكمان شويه كده تلاقي حته من الانبوبه دي اتفصلت وجنت لوحدها ماجنتي كنكد وانقطع جوه وجنت ورا العيان. يعني عندنا واحد زميلنا هنا جراح اوكي كان مركب سنترال لاين فور سام ريزون اكتشف ان في حته من القسطره بعد ما شال الموضوع واشتغل وبقى استاذ وبتاعه كان جاي كان مسافر السعوديه بيعملوا تشيست اكس راي لقوا حته من القسطره جوه الفيت اوكي. فدي من ضمن الكومبليكيشنز الهايفه يعني ممكن تحصل. ايه الكومبليكيشنز ثانيه من البرينتر انفيشن ممكن تحصل؟ ممكن تبقى حاجات ريليتد بقى مش للقسطره ريليتد للسوليوشن. ان السوليوشن ده انت اديته رابت فعمل فوليوم اوفرلود اديته هاي كونسنتريتد اكتر اديته في الكترولايت ديستربنس اديته في انتروليبيد اكتر ففي اسيديتي اكتر فبوظت الاسيد بيس بالانس اديته انفكتد فعملت سيبسس اديته اسرع مما ينبغي فعملت اوفرلود اديته اقل مما ينبغي او ابطا مما ينبغي ما ظبطتش النيوتريشن اوكي. بتعمل فلاشنج بهايبو بانتي كواجلانس دخلت العين في كواجلوباثي اوكي دخلت وانت بتحقن دخلت مايكرو امبولاي عملت ثرومبوزس كل دي مشاكل من السوليوشن نفسه كمان اوكي. فانت عندك مشاكل ريليتد للكاثر وفي مشاكل ريليتد للسوليوشن والمانيبوليشن بتاع العين اوكي. فعشان كده دايما 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 الانترنال نيوتريشن احسن من البرينترال نيوتريشن لو تقدر. لو تقدر طب يعني ايه ما اقدرش؟ ما انا بقول لكم خالتي نايمه في الرعايه بيغذوها بالرايت ده تقدر اهو ما انا قدرنا اوكي. طب عيان محروق ما انا اقدر اكله واجيب له اكل فيه كونسنتريتد بروتينز وكونسنتريتد كالوريز بتتحط على العصير علبتين قنشور ويبتدي يحط ميكالين كل اي مشروب يشربه يحط عليه ميكالين من هاي كالوريك هاي بروتين دايت ده يبقى ده اورال فيدي يبقى انا عندي طريقه ان انا اكله بقه اوكي. بس انا اظبط له الحاجات اللي هياخدها ما يروحش ياكل بطاطس وجوزه وفشار وحاجات ملهاش اي 30 لازمه ويقول لي انا باكل. لا انا لا اكله احط له بروجرام بحيث ان يبقى عالي الجوده وعالي الكالوريز وعالي البروتين اوكي. ما قدرتش بقه يبقى بالنيزوجاستريك تيوب اوكي. ما قدرتش بالنيزوجاستريك تيوب عيان عنده كارسينوما اوف ذا سيرفيس اوكي جاستروست احط له خرطوم في بطنه واكله اكل عادي وده اكل مضروب في الخلاط وبطاطس وفراخ وحركات اوكي. طب المعده هي اللي رايحه خالص واخش على السمول انتستين اليمنت للرايت واعمل له فيديوجنوستيك اوكي. كل ده انا بستغل طالع انا عامل ويب العيان شايل له البنكرياس بالديودينام بالكومن بايل ضغط بالحته دي كلها وانا عارف ان عنده هيقعد 10 ايام مش هياكل يبقى قبل ما اخرج اكون عامل له فيدنج جوجنوستمي وطلع له خرطوم واصل على الجوجن ده اللي هيتغذى منه يبقى انا كده جراح محترم وفاهم ذكي. ما انا بديله اليمنت الغذائي تلاقي الفيدنج جوجنوستمي ما تحطش عليه زي الجاستروستمي. انت ممكن تدله باكل في الخلاط شوربه خضار على فراخ وبتاع وتحيقها وتحط عليها فلفل اسود وحركات وبتاع وتعملها في الخلاط وتعملها في الجاستروستمي. انما لو فيدنج جوجنوستمي لا بنجيب له اليمنت الغذائي اكل مهضوم بقى بيقولوا امينو اسيدز وجلوكوز وفاتي اسيدز وحاجات كده. طيب ده كده لو الجي اي تي
في مشكلة بعرف أتفاداها بكل الروتس اللي احنا بنقول عليها. أوكي؟ بقي ان احنا نعرف بقى جرام الكربوهيدرات بيدي كم كالوريز. جرام البروتين بيدي كم كالوريز؟ 4. أوكي. جرام الفات 9. أوكي. حلو الكلام. طيب اقول لكم حدوته مش عارف هتفهموها ولا لا. Sometimes ممكن ادي total peripheral nutrition، يعني ادي نوتريشن لعيان من البريفرال فين بان انا اعتمد مينلي على الفات. الفات بيدي كالوريز اكتر وما هواش هايبر اوزمولر. الله، يعني ايه ما هواش هايبر اوزمولر؟ لان الاوزمولاريتي تعتمد على الحجم ولا على العدد؟ على العدد. فجرام الفات في عدد اقل من الفاتي اسيدز عن جرام الامينو اسيدز، يعني جرام البروتينز فيه امينو اسيدز كتير قوي انما جرام الفات فيه فاتي اسيدز قليل قوي. فكده ده مش هايبر اوزمولر، ده ممكن يديني الكالوريز كلها ومن غير ما اثر على الاوزمولاريتي اللي هتاثر على البيت. بس ممكن يعمل لي حاجات تانية طبعا، يعني ممكن يعمل لي بقى فات امبوليزم، ممكن يعمل لي الهايبرليبيديميا، وممكن اوكي ويزود الفيسكوستي وحاجات كده خلاص. بس دي طريقه من الطرق اللي او ده انا او دي الطريقه اللي هفهمكم بيها يعني ايه اوزمولاريتي. اوكي خلاص، يعني مليون نمله هايبر اوزمولر، اوكي 1000 بني ادم اكتر بكتير من مليون نمله في الحجم، انما هايبو اوزمولر خلاص. فاحنا بنعتمد على العدد مش على العدد. اتفقنا؟ التريس اليمنتس بندي امبول كل يوم، الحاجه موجوده انترناشونال بقى من ايام ما خلقوا الفيديوشن اسمها ادميل. الادميل ده عباره عن امبول واحد بيتاخد وانس بير داي في كل التريس اليمنتس اللي انتم متخيلين، كبر والزنك والسيلينيوم وال 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 ال 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 انا قلت كبر مش كده؟ لا المغنيسيوم مش تريس، المغنيسيوم ده بيتاخد مع الرينجر، ده في الرينجر موجود. اوكي لا في حاجات تانية خالص انت حاجات ما نسمعش عنها يعني. اوكي انت محتاجها زي السيلينيوم. السيلينيوم ده ما عرفتوش الا وانا في باخد دكتوراه، ما كانش اكتشفوا ان في حاجه اسمها سيلينيوم مهم. اوكي ففي كل شويه بيبقى في حاجات كده مهمه قوي حتت معينه، كوبالت مثلا محتاجينه في رياكشن واحد صغير كده في التريليون رياكشن اللي بيحصلوا عندك، محتاج ذره كوبالت دي اسمها تسلا. اوكي فبيتاخد في وسط انبول الادميه ده. طبعا الووتر سوليبل فيتامينز بتتاخد بجرعاتها والفات سوليبل فيتامينز بتتاخد كل أمبول على حدة. والمونيتورينج مهم قوي لما تكون عيان عندك تي بي ان، مونيتورينج انك التي بي ان ده ليه مونيتور لوحده. كل يوم لازم تعمل سي بي سي، كل يوم لازم تعمل سي بي سي، كل يوم لازم تعمل سي بي سي علشان تعرف اذا كان في اولا اول ما تفك السيلفر لاين لازم تعمل اكس راي عشان تاكد ان مفيش بلورال انجري ومفيش هيموثوراكس ومفيش هيموثوراكس وانها راكبه في مكانها امبريس. اوكي بعد كده كل يوم سي بي سي وكل يوم اسيد بيس بالانس ارتيريال بلاد جازز وبي اتش وكل يوم صوديوم وبوتاسيوم، ده كل يوم. اوكي كل 3 ايام ليفر فانكشن وكيدني فانكشن، كل اسبوع سيرم بروتين وسيرم قلب. اوكي كل اسبوع فيتامينز بي 12 ودي وبي 6 و كل ده بحلله. وطبعا البادي ويت ده كل يوم بيتقاس، نشوف العيان ده والفلويد بالانس دخله قد ايه وخرج منه قد ايه. لا البالانس نفسه بتفرق كل يوم، بتفرق ان احنا في المستشفيات بيفرق معانا بالجرام. اوكي والفلويد بالانس بيفرق معانا، والبول لازم يتقال
يعني لو ما كانش فيه قسطره لازم يعمل في كاليبريتي تيوب عشان اعرف هو طلع قد ايه بول. ولازم يبقى في حاجه اسمها فلويد شارت. الفلويد شارت ده فيه انتيك وخد 4 لتر وخرج قد ايه على مدى ال 24 ساعه. جمع بقى البول والبوميتس والبرسبيريشن والكلام ده كله في الاخر تقول البالانس بتاعك بوزيتيف ولا نيجاتيف. بوزيتيف لو كان اللي واخده اكتر من اللي طلعه، ونيجاتيف لو كان اللي واخده اقل من اللي طلعه. ولو في بقى حط على طلعه ديستشارج وستوما وحاجات كده. اوكي، فكل ده اسمه مونيتورنج العيان على تي بي. فبالبلدي كده البارنتال نوتريشن مش احسن من الانترال، بس طبعا هي مور افكتيف لو انت عاجز او مش قادر تاكل عيان عن طريق الجي اي تي. انما الاحسن والاسلم والامن انك تحاول تستغل الجي اي تي. اوكي، انا كده خلصت. كده خلاص. حد عنده مشاكل؟ حد عنده مشاكل في اي حاجه فاتت؟ جاهزين للامتحان؟ هيطلع عندكم في الامتحان، خلي بالك. لا يا عم، اصل السؤال ده بيبقى وراه بعديه في مسلسل كده، انا ما بحبوش خالص المسلسل ده. ربنا معاك. السيرامال النورمال اللي هو من 3.5 ل 4.2. تمام. فلو انت عرفت تظبطه على كده يبقى زي الفل. طب لو اقل من كده ما تشتغلش اقل من كده دي سستيشن. طب لو هي ايرجنت كيس ما تخشش برضه ولا ما انت تقدر تعالجها بسرعه؟ دخله وانت بتعالجه. تمام.